بك نفسيا حد عايز يجي بيسرب اخبار، ده وارد وده كل الناس يعني في ناس كتير بتعمل الحركه دي، ان عايز يجي مكان بيبدا يسرب اخبار للمكان ده ان هو يبدا يشتغل. وكلها كده، هي كلها كده، بس 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 يعني في حاجات بتقطع بقى الشك واليقين، تقطع في حاجات قاطعه، فالحاجات القاطعه دي ممكن تكون يعني شويه مش موجوده. بس لا يعني يعني الموجود ان في دعم، ولكن لا في كل شويه بين القيل والقال، انت قاعد انت ماشي، وده شويه بيدي بياخد من الحاله المعنويه للاعب، بياخد من الحاله المعنويه للمدرب مهما كان هو مين. انت بتتكلم في اوروبا المدرب بيقعد 5 سنين، بيمضي عقد بخمس سنين.